بعيدًا عن ثقافة الاعتذار، لا أحد من المسؤولين في ليبيا يعترف بخطأ ولا ينتهي عند فشل بإقالة أو استقالة تحفظ له ما بقي من ماء وجه أن يراق على مذبح الفضيلة، بعد أن باتت الوعود بالإصلاحات الاقتصادية عبئًا على من يكتب ويقرأ ويستمع إن وجد من يعير لها أذنا صاغية. تصريحات محافظ مصر في ليبيا المركزي منتهي الولاية الثلاثاء برفع الراية الحمراء والتي أثارت سوق المضاربة كثور هائج في حلبات المصارعة، أصابت الدينار الليبي في مقتل، محولة قيمته إلى ما يزيد قليلاً عن عشر سنتات أمريكية، وهو ثمن قد يقل عن تكلفة طباعته وشحنه جواً إلى البلاد، حيث يوزع بنظام الري بالتقطير على المواطنين عبر منظومة مصرفية متهالكة. رئيس حكومة البعثة الأممية فايز السراج، لم يدع الامر يمر الجمعه دون ان يكون له في القصيد بيت من الشعر ملقيا اللوم على اصحاب المناصب السياديه في تبادل للتهم حول من المسؤول عن الضائقه الخانقه التي اصبحت مجرد خلاف عائلي في بيت السلطه التنفيذيه